عمليه التوزيع تتم انطلاقا من هذا المستودع الذي خصص لهذه العمليه. والان يعني تلاحظون انه في شاحنات الان تابعه لبلديه قصر الحيران تقوم ب يعني اخذ الحصه المخصصه لها. هذه الخليه يعني مكلفه بجمع تبرعات تاع المحسنين، المستثمرين، التجار، الاداريين، المؤسسات المتواجده على مستوى ولايه الاغواط. هل يعني العمليه تمس جميع البلديات وعدد القفف اللي هتفوت 13000 قفه.